الأطفال وكذلك الشباب اللي مشاو ظاهرة ديال الغرق. شي بلاد ما تيوقف غير الريح تيجي يدفعو، كما كاين حتى فين كاين توقف كاين وكاين الغرق. الدراري داك النهار ديري صغير باقي صغير، بقى فينا والله إلا بقى فينا لحد الآن. كثرات اخاي الدراري الصغار دابا مثلا المشكل كاين من الوالدين، اولا يخليو الدراري الصغار شي يخرجوا لهنايا داك النهار البحر هايج والدوله دير شي حاجه فهمتي، دير مثلا شي باريير شي حاجه على الدراري الصغار. والدراري داك النهار ديري صغير باقي صغير، بقى فينا والله الا بقى فينا لحد الان. دابا انا تندوز من هنا تنتفكروا كاينه بزاف ماشي صغار كاين حتى كبار. واحد النهار السيد راه باش كان داك الريح راه تلاح جيش بوخر باش دراري هنا راه تكون راه كيخصو شي حل، خص شي حل ضروري. تيكون البحر خدام وما تيبغيو يبقاو بعضياتهم تيبداو يتحاطوا، كاينين شي دراري ما تيعرفوش يعوموا، وكاين تيكونوا الدراري تيبقاو يقيدوا شي تيقيد شي تيتلاع، ملي تيتلاع تيولي في مشكل صعيب. حتى هنا كاين بعض الشقاق لا كان البحر خدام ولا كان هاك راه صعيب بنادم باش يطلع، بنادم لا ما كانش عارف البلايص منين يطلع منهم راه صعيب. سبوعه وجيت هذيك كاينين عباد الله تما كاين شي بنادم تيوقف غير الريح تيجي يدفعو، كما كاين حتى فين كاين توقف كاين وكاين الغرق المسافه بزاف. رساله هما يديروا شي صور تما في ديك الخويات اللي كاينين، جيت سبوعه وجيت بوشوك جيت كاينين تما مشاكل بزاف شي طراو. منين اصبحت ظاهره الغرق ديال الاطفال الاسره هي التي تتحمل المسؤوليه، لان منين تتشوف اطفال اقل من 12 سنه تتواجدوا في الشاطئ الصخري وربما البحر هائج، يعني شنو تنتظر؟ المعروفه المساله بانه غادي يكون الوضع كارثي، لهذا كو كانت الاسره في حد ذاتها دارت الدور ديالها. وهنا ملي تنهضر على الاسره هما الدور ديال الاب والام. عدد من الاطفال وكذلك الشباب اللي مشاو ظاهره ديال الغرق، ولكن هذه القضيه الكل يتحمل المسؤوليه ديالها. الا قلنا في الظاهره ديال الاطفال هي الاسره، اما باقي راه داخل فيها الجهات المعنيه اللي تنهضروا عليه المؤسسات ديال الدوله المجالس المنتخبه، لانكو كانوا حتى هما دايرين ما عليهم. لان ملي تنشوفوا هذا الشريط الساحلي كامل راه في حاجة من الاهتمام. الحال هذا مطلب منذ سنوات بأن ضروري يكون واحد الحاجة الصخري يتوضعوا مجموعة ديال العلامات التشوير، لأن بعض الأماكن خطيرة كما تنقولوا. هذه المنطقة اللي مشى فيها طفل ولا ألطف الله كانوا يمشيوا جوج ديال الشباب اللي كانت مبادرة ديالهم من أجل الإنقاذ الغريق. إذا هذه القضية كاملة خص كل شيء يكونوا واقفين جسم واحد، لان ملي تنهضروا على الوضع ديال السياج وكذا ما نساوش اللي كثر بان راه كاين مناطق اخرى راه ماشي راه الناس يكونوا غير رواد الرياضه ويمكن يطيح وما يموتش غرق، غادي يموت غادي يتم المسرح ديالو بسبب السقوط. وهادو المشاهد اللي عندنا من مور سيدي موسى تل سعيد حجي، مناطق خطيره وتدق ناقوس الخطر. العامل خصو يجي يدخل ويشوف هذا الشيء بعينه، لان ما نبقاوش نقولوا، لان ربما كاين شي مسائل اللي ما تتوصلش، ولكن بقوه الالحاح ديال المواطنين خصها توصل. هو هذا الشريط الساحلي خصو يكون فيه على الاقل واحد الجدار اللي غادي واقي اللي غادي يحمي من المرتدين ديالو. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.